الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد العراق خلال عام 2019 انتهاكات جسيمة تزايدت وتيرتها بشكل صارخ بعد تجدد التظاهرات السلمية المناهضة للحكومة، التي تميزت بمشاركة شعبية واسعة وعفوية واعية. ردت عليها الحكومة منذ اليوم الأول بالعنف المفرط واستخدام غير مبرر للقوة المميتة والأسلحة المحظورة. نتج عنه إحصاءات مروعة للضحايا من المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين والداعمين الميدانيين. إذا ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها سلسلة من الجرائم الوحشية التي شكلت حلقة جديدة من حلقات القمع الحكومي للتظاهر السلمي في العراق، حيث قتلت بدم بارد أمام عدسات الكاميرات مئات العراقيين بينهم عشرات الفتيات والقاصرين، وأصابت واعتقلت وأخفت آلافا آخرين دون أن تقوم السلطات الحكومية المعنية بفتح تحقيق جاد في أي من هذه الانتهاكات. وتظل عبارة كلهم سراق وفاسدون الجارية على لسان جميع أبناء الشعب العراقي دون استثناء هي المعبرة عن الصفة السائدة للطبقة السياسية الحاكمة في العراق اليوم، وما تسببت هذه الحقيقة من تدهور مزمن على كافة الأصعدة والمجالات. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات قياسية وصلت إلى 1300 مليار دولار وتجاوز مبيعات العراق منها للمدة من عام 2003 ولغاية عام 2019، إلا أن هذه المبالغ الضخمة لم تسهم في حل أي مشكلة من مشاكل العراقيين. سيقوم الآن الدكتور أيمن العاني باستعراض موجز لأبرز ما جاء في التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2019، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نثمن الحقيقة حضور الضيوف الأكارم وتجشمهم عناء الحضور. اليوم سنقوم بإعلان التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في العراق الذي دأبت الهيئة على إعلانه. هذا هو التقرير 13 للسنة 17 من الاحتلال المستمر للعراق. هذا التقرير يحتوي على محاور اعتدنا في القسم على أنه نصنف الانتهاكات على وفقها. هذه محاور طبعا معتمدة من قبل الأمم المتحدة، وللحقيقة كي لا أطيل دعوني أبدأ بالتقرير وأسلط الضوء على ما أمكن منه، لأنه المعلومات التي فيه كثيرة. وقع التقرير في أكثر من 200 صفحة، لكن احنا عملنا يعني ملخص لهذا التقرير. الملخص يتحدث بلغة الأرقام عموما لأنها الأقل يعني استغراقا للوقت. نبدأ بالمحور الأول وهو القتل والإصابة خارج القانون. هناك طبعا في العراق اليوم المدنيون لا يزالون هدفا مستباحا من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، حيث أنه لا يوجد أي وسيلة من وسائل الحماية من قبل السلطات المعنية. يعني إذا يتكلم الإنسان بدبلوماسية نقول عجز كامل من قبل الحكومة، فالعجز الكامل يتطلب هنا تداخل دولي كالتداخل الجراحي. فإذا كان هناك يعني هذا العجز، فينبغي من المجتمع الدولي. لدينا هنا بالأرقام مقتل أكثر من 2300 مدني، منهم أكثر من 600 متظاهر وناشط مدني، طبعا 24,000 جريح ومصاب، منهم 22,000 متظاهر. العثور على 181 جثة مجهولة الهوية، بينهم 8 نساء
وخمسة أطفال. الحقيقة شهد عام 2019 ارتفاعا ملحوظا في معدلات عمليات الاغتيال، فهنالك التي هذا طبعا هذه الأرقام هي التي رصدها ووثقها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. في الحقيقة هي هذه الأرقام حتى تثبت في التقارير ينبغي أن تؤخذ من مصادر رسمية، مصادر معترف فيها، كي تكون بين قوسين علمية واقعية أو من هذا اللي يعني البلاتفورم اللي احنا متفقين عليه. فهنالك في الحقيقة الأرقام أكثر من ذلك بكثير. بالنسبة للآليات الأممية التي أجراها قسم حقوق الإنسان، قدم القسم أكثر من 260 حالة للقتل خارج القانون طالت مدنيين في العراق خلال 2019، قدمها إلى اللجنة المقررة المعنية الأممية المختصة بحالات الإعدام خارج القضاء. حقيقة هي شخصية فاضلة، آنيس كلامار، متعاونة جدا، لكنها يعني اعتذرت عن القيام بإجراءات متممة لهذا الموضوع، وهو فتح تحقيقات حاسمة في حالات القتل، لأن هذا الأمر يعني أنا أتكلم هنا وجهة نظري التي فهمتها، هذا الأمر مرتبط بالسياقات السياسية الدولية وليست بالحقوقية الإنسانية. بالنسبة للمقابر الجماعية، في خلال 2019 تم العثور على 7 مقابر جماعية، 3 منها في الفلوجة، تحوي على رفات أكثر من 700 شخص بينهم أطفال، واثنتان شمالي بابل محافظة بابل تحوي أشلاء أكثر من 230 شخصا بينهم نساء وأطفال. وطبعا هذه المشكلة أنا أذكرها، يعني هي 7 مقابر جماعية تحوي جثث ورفات وأشلاء أكثر من 3000 شخص بالمجموع، لكن كل هذه المقابر تم التعامل معها بعدم أخذ عينات من قبل القائمين على أعمال التنقيب أو المسؤولين عن اكتشاف هوية الضحايا، لم يقم أحد بأخذ عينات. وكذلك نؤشر هنا التعامل مع الجثث بآليات غير قانونية، غير رسمية، غير حكومية. على سبيل المثال، قامت الحكومة في إحدى الحالات بتسليم الجثث إلى جمعية خيرية، هذه يعني هذا شيء يعني غريب جدا حقيقة، لكن هذا الذي جرى وهذا الذي يحصل وهذا الذي مع الأسف سيحصل ما دام هؤلاء يعني في السلطة. بالنسبة لمحور الاعتقالات، هنالك اعتقالات معلنة واعتقالات غير معلنة. الاعتقالات العدد الكلي أكثر من 12400 شخص مواطنا عراقيا. ونذكر المعلنة وغير المعلنة، لماذا؟ لأنه جميع المعتقلين الذين اعتقلوا في التظاهرات الحكومة لم تعلن عنهم، فأصبحت هذه تقارير غير رسمية لكنها متواترة، فأصبح هنالك يعني قاعدة ذات مصداقية مقبولة كي يتم التعامل معها. فالمجموع فيها المعلنة 6887 وغير المعلنة 5539، من غير المعلنة أكثر من 4000 متظاهر سلمي جرى اعتقالهم بشكل غير قانوني، وقامت الحكومة بإلصاق تهم التخريب والإرهاب والتهم الجنائية لتسويغ الاعتقال، وإلا كيف يعتقل متظاهر سلمي؟
يعني بالضبط. الاعتقالات المعلنة طبعا كما ذكرت أنا عدد المعتقلين 6887 معتقلا، حملات الاعتقال 1960 حملة، حالات القتل المرافقة لحملات الاعتقال. يعني هذا تصرف همجي من قبل أشخاص يعني يقتلون بترخيص حكومي، وإلا العدد يعني وحده هذا هو عدد كافي لإسقاط مشروعية أو شرعية أكبر نظام سياسي يكون. لكن الآليات الأممية التي قام فيها القسم بالنسبة لحالات الاعتقال وحالات الاختفاء القسري، طبعا بالنسبة للاعتقال نعم تم إطلاق سراح معتقلين ومنهم متظاهرون، لكن هناك مئات مصيرهم مجهول. فكيف نتعامل معها؟ نتعامل في تقديم شكوى أو التماس، القسم يقوم بتقديمه إلى اللجنة، لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة. قدمنا خلال 2019 68 شكوى، منها 33 حالة مستعجلة. تم إطلاق سراح 9 من هذه الحالات التي قدمناها، هذه استجابة طبعا عالية جدا بالمقارنة مع السنوات السابقة، لأنه الحكومة اليوم محرجة دوليا. الحكومة اليوم الرأي العام الدولي يتهمها، وطبعا ونؤشر أنه ولا بلاغ ولا بلاغ وطني أو محلي تم التعامل معه بجدية من قبل ذوي الضحايا أو الضحايا بعدما خرجوا، ولا بلاغ أبدا. بالنسبة لمحور الهجرة والتهجير والنزوح القسري، أزمة النزوح تدخل السنة السابعة على التوالي، أزمة النزوح الكبرى. طبعا النازحون يعني يعيشون في مخيمات بائسة مهملة تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، تفشي الأمراض، تسجيل وفيات عالية جدا في أوساط النازحين، هنالك أكثر من 520 نازحا فارق الحياة، بينهم 371 طفلا معظمهم حديثو ولادة. فيعني طبعا هنالك يعني موجات أو للنزوح العكسي، وبالتالي تلاشي أمل العودة. بالنسبة للإغاثة، المنظمات الإنسانية توقفت أغلبها عن العمل. لماذا؟ لأن السياسة الحكومية المنتهجة مع هذه المنظمات سياسة تهديد واتهام واعتقال وقتل. يعني هم فهموا أن الموضوع ليس المستهدف، ليس هم المستهدف، هو جهدهم، فسحبوا هذا. وهناك حقيقة انخفاضا ملحوظا في حملات الإغاثة الدولية خلال 2019. محور البنى التحتية والخدمات، 33% من العراقيين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، 27% يستخدمون مياها غير صالحة للشرب، 70% بدون شبكة صرف صحي، 35% لا تصلهم الكهرباء. نتحدث عن بلد بحجم العراق، ثاني أكبر احتياطي نفط بالعالم، موارد بشرية، موارد طبيعية، نهران، أراضي زراعية، مناجم صناعية، كلها. طبعا هذه المعلومات من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة أوبك ومنظمة الشفافية العالمية. ومنذ 2009 إلى 2019 العراق يحتل الصدارة في الفساد في العالم،
حجم الفساد بالعراق اليوم بتقارير رسمية حكومية تتحدث عن 500 مليار دولار. طبعا هنالك 1200 مشروع متوقف، إذا جمعنا المشاريع المتوقفة والمتلكئة والوهمية نتحدث نحن هنا عن أكثر من 13,000 مشروع بقيمة أكثر من 200 مليار دولار. فماذا لدينا؟ لدينا بطالة مرتفعة بمعدل 40%، لدينا عجز بالميزانية وصل 24 مليار دولار، ويتوقع أن يعني يرتفع إلى 30 في هذا العام الجاري 2020. 40% من العراقيين باتوا بحاجة إلى المساعدات المختلفة، طبعا 10% يعيشون في العشوائيات، نسبة إعادة الإعمار في المدن والمحافظات المنكوبة لم تتجاوز في كل الأحوال 30%. طبعا ننتقل إلى محور الوضع التربوي والتعليمي. هنالك 3 ركائز للوضع التربوي والتعليمي حتى في العالم، يعني هو البنى التحتية والكادر التدريسي والمناهج، يضاف إليها المادة وهم الطلبة. البنى التحتية، البلد بحاجة إلى 25,000 مدرسة جديدة، هذا مصدر برلماني يتحدث عن هذا الموضوع. عمليات الفساد أفضت إلى هدم أكثر من 1500 مدرسة قائمة، ولم يبنى محلها أي مدرسة جديدة. طبعا بالنتيجة لدينا تعدد الدوام في المدرسة الواحدة، وتقليل ساعات الدراسة بطبيعة الحال، وغياب الكادر التدريسي، لا توجد أي حماية اليوم للمعلم أو المدرس أو حتى الطالب، يعني الكل مغامر بحياته من هو يعني، بالإضافة إلى أنه الكفاءة هنا يعني تكون محدودة جدا إن لم تكن يعني ملغاة أصلا. الاعتماد على الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة باتت واجهة لتمويل الميليشيات في البلد اليوم، ولا سيما في المحافظات الجنوبية. مناهج غير مناسبة تكرس الطائفية وعدم قبول الآخر، الخطاب الأحادي هذا يتم تكريسه، تحتاج للتصحيح والتطوير. هذه مجتمعة يعني من نجمع هذه المعطيات لا يمكن أن يكون الأمر يعني غير ممنهج، لا يمكن أن يكون بعيدا عن سياسة التجهيل التي تعمل عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003. كان العراق يمتلك أفضل منظومة تعليمية، كانت نسبة الأمية في العراق صفر، اليوم 28%، نتحدث عن أكثر من 10 ملايين شخص بعمر الدراسة لا يعرفون أو لا يجيدون القراءة والكتابة. محور الحريات العامة والصحفية، العراق من أخطر البلدان على الصحفيين. هذا المحور طبعا يعني يحتاج حقيقة إلى ندوات، لأنه اليوم هذه التظاهرات وهذه الحراك الشعبي وهذه الانتفاضة التي ترقى أن تكون ثورة، لكن لعدم الإطالة قتل المتظاهرين والناشطين، مئات المتظاهرين قتلوا أمام العدسات الكاميرات بدم بارد، 380 منهم قتلوا قنصا، إما إصابة بالرأس وإما إصابة بالصدر، بينهم 60 قاصرا وفتى. القتل يعني ليس عشوائيا، من يقتل قنصا هو يختار الهدف، يختار الضحية مع يعني سبق الإصرار والترصد. الإصابات والجروح تجاوزت عدد أو نحو 22,000 متظاهر، 6 منهم اليوم إما حالاتهم صعبة قد يفارق الحياة في أي لحظة، أو بات بيعها مستديمة أو مستدامة أو دائمة.
فهذا طبعا وزارة الصحة تمتنع عن يعني إعلان أي إحصائية للضحايا، فضلا عن أنها تضيق على الجرحى والمصابين وتسمح للسلطات أو للميليشيات أو لمن لا يحمل الصفة الرسمية أن يقوم باعتقالهم، بالإضافة إلى ذلك تمنع الزيارة عنهم. وسائل الإعلام والتواصل حجب خدمة شبكات الإنترنت لأسابيع طويلة حقيقة، الاعتداء على مكاتب قنوات فضائية، إيقاف عمل وتعليق عمل وتهديد وتحذير يعني تقريبا 12 قناة فضائية، إغلاق 4 محطات إذاعية. هذا كله لأن يعني مع الإصرار الحكومي على إنهاء هذه التظاهرات بالقوة وبالأسلحة المحظورة تتم قمعها معنويا، لأن الإعلام من يحجب يتم عزل التظاهرات عن العالم، وما يحصل يكون بعيدا عن العالم. طبعا نعني هنا العالم الحر، لأنه التغييب القسري والاختطاف، تغييب واختطاف 231 ناشطا بينهم 10 فتيات و20 طالبا، 27 من هؤلاء الذين اختطفوا عثر عليهم مقتولين، ومصير البقية لا يزال مجهولا. اغتيال 69 ناشطا ومدنيا وحقوقيا وداعما للتظاهر، بينهم 3 محامين و3 أطباء و3 أكاديميين و7 إعلاميين ومساعد طبي. الإحصاءات للتظاهر السلمي تؤكد منهجية جرائم استهداف المتظاهرين، وتستدعي توفير الحماية الدولية للتظاهر السلمي والمتظاهرين في العراق. الوضع الصحي والبيئي حقيقة يعني وضع مزري، بنية تحتية متهالكة، عدم اكتراث الحكومة ولا وضع أي خطة لا لمعالجة التلوث ولا لمعالجة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. فلدينا يعني حقيقة إحصاءات مخيفة بهذا المجال: ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض السرطان، ارتفاع تجارة وتعاطي المخدرات، تضرر أكثر من 7000 دونم زراعي بسبب سيول، العطش يهدد مئات آلاف المواطنين ولا سيما في مناطق بغداد، محيط بغداد، وهذا يرتبط بمخطط التغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه حكومات أو تعمل عليه أو تنفذه حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 إلى اليوم. تفاقم حالات التشوه الخلقي بسبب اليورانيوم depleted المنظب والإشعاعات وما يشكلها من أخطار. السوق تغرق بالأدوية المخشوشة لأنه لا توجد رقابة، وعدم وجود الرقابة هنا من بعض الأطباء والكوادر الطبية في العراق حدثوني شخصيا يقولون هذه الرقابة غائبة بشكل ممنهج، كي يتم يعني لدينا في العراق اليوم بالمجمل أكثر من 5000 صيدلية غير مرخصة. ماذا تبيع هذه الصيدلية؟ تسجيل مئات الإصابات بمرض الإيدز بسبب ضعف الإجراءات المتخذة. العراق ضمن الدول الأكثر تلوثا في العالم. أزمة المياه في البصرة تسببت بإصابة 120,000 شخص، هلاك 75% من بساتين النخيل في ديالة. العراق من الدول الأكثر احتواء على مخلفات الحرب. التغيير الديموغرافي، لدينا مخططات للتغيير الديموغرافي يجري تنفيذها، وبالمتابعة كل سنة تتغير الأساليب
وتتغير المناطق المستهدفة، لكن الهدف واحد هو إجلاء السكان. فاليوم احنا نتحدث عن أكثر من 23 مدينة و300 بلدة وقرية نزح أهلها منها ومنعوا من العودة، تخيل، أو تم تهديدهم واضطروا إلى إخلاء المنازل وترك الممتلكات. فأبرز المحافظات المتأثرة في 2019 هي نينوى وديالة في العراق. الأساليب المتبعة لتنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي في هذه السنة كانت قصف المناطق المستهدفة عشوائيا و بقذائف المورتر اللي هي قذائف الهاون، أصلا هي هذه يعني ما لها هدف، تهديد السكان المحليين بالاعتقال والتغييب، وتنفيذ هذا التهديد في كثير من الحالات، لأنه الناس يعني أين تذهب؟ لكن هذا الذي يحصل، إجبار الأهالي على بيع منازلهم وأراضيهم. طبعا بالنسبة للأسلوبين الأولين هذا متبع في ديالة، الأسلوب الثالث متبع في نينوى. التقنين الحكومي، الحكومة تقنن التغيير الديمغرافي، كيف؟ منع عودة النازحين، تقليل مدة الحصول على الجنسية من 15 سنة إلى سنة، تقيم داخل البلد تحصل على الجنسية لكن بموافقة الأحزاب المتنفذة، فبين قوسين مفهوم الموضوع. منح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لتجنيس الأجانب، وهذا أيضا من جملة الـ هنا الحقيقة الأرقام والبيانات والتفاصيل كثيرة جدا. الكادر في القسم يعني كان عمله جاهدا في سبيل يواصل الليلة بالنهار من أجل الحقيقة عرض هذه المعاناة، إيصال صوت المقهورين لا سيما بالجانب الأممي. يعني قد يسأل سائل أنه وما الجدوى؟ الجدوى هو علينا أن نعمل، وقل اعملوا، ما يعني ليس لنا علاقة بمآلات هذا العمل، العمل متواصل، وإيصال صوت المقهورين والمظلومين وأي شخص يتعرض إلى الانتهاك نحن معنيون به دون اكتراث أو دون سؤال عن هوية هذا الشخص أو من أين أتى أو ماذا أو ديانته أو لونه أو. وبالتالي هنالك الحقيقة الكثير الكثير مع الأسف الشديد من المآسي، لكن لا يتسع الوقت إليها. نشكر حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، باسمكم جميعا أشكر الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة العلماء المسلمين، والذي أوجز لنا باختصار تقرير حالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2019. حتى نلتقيكم في ندوات قادمة، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.